مصطفى بن عيني رئيس المجلس المهني لشعبة البطاطا لولاية عين دفلة. مرحبا بكم سيدي. فيه لقاءات تمت على مستوى المهنة، يعني كل يوم فيه لقاء مع السيد الوزير لدراسة تفكير في الحلول بالنسبة لمسألة البطاطا الفائض في المنتوج. كيف تشوفوا اللقاءات على الشيء؟ احنا ما نشوفوش، بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ما نشوفوش غير اللقاء تاع اليوم، باسكو هذه الازمات احنا ما طحناش فيها غير خطره ولا زوج، يا نطيحوا فيها تغلى البطاطا بزاف احنا الفلاحين نعيشوا في مشكل، يا كي ترخى بزاف احنا نعيشوا في مشكل. احنا الوزاره تاع الفلاحه راهي حلت لنا كاع البيبان ورام يديروا في اقتراحات، يعني اقتراحات بالخروج من هذا الازمه. احنا عندنا مشكل في التسويق، احنا التسويق، احنا الوزاره تاع الفلاحه ما عندهاش، ماشي هي متكلفه بالتسويق. احنا البطاطا انا منتج، انا اللي عليا درت انتجت عندي انتاج وافير، نحوس نبيع، انا عندي السوق تاعي في يعني في الفريغو تاعي في الكومبلكس تاعي، نبيع المنتج تاعي في الفريغو، انا نبيع البطاطا ب 1500 فراك ولا يعني ب 15 دينار، كي نجي للجزائر نصيبها ب 5000 و 6000 انا نبقى مستغرب. يعني 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 شويه الانسان يخرج شويه من الجزائر، تروح يعني في الطرق في عندنا في ولايه عين دفله على الطريق العام بطاطا دي طاي يعني بالتجزئه ب 20 دينار. اللي ما شافهاش النوسه اللي مصوره عندي دوك نوريها لكم على المباشر 20 دينار. دوك انا كي يجي يقول لي واحد البطاطا ب 6000 انا نبقى مستغرب. هذه انا الفلاح شوف يقعد 6 اشهر به يجري ليل ونهار، تراكتورات الحرث لينغري يتعب يقتل في روحه يبيع البطاطا ب 1500. البطاطا بري ريزون تاع البطاطا راهي تقامنا على الاقل اقل شيء 3000 30 دينار. كي نجي نبيعها نصيب ربعها ب 15 دينار. الفلاح يعني هذا الموسم جات هذا ربي طانا الخير تاعو اريير سيزون، جا المناخ مليح، طعنا ربي الخير، طعنا يعني جا الانتاج وافير، السوق طاح، الاسعار ذبت، احنا رانا مع يعني معالي الوزير وزاره الفلاحه حلوا لنا كاع البيبان، رانا معاهم كل يوم في اجتماعات متواصله، يعني بنديروا اقتراحات بنخرجوا بحلول، ان شاء الله بربي يعني فيها الخير للفلاح، كل اللي يخدم 5 قطارات، كل اللي يخدم قطار، كل اللي يخدم 100 قطار، كل اللي يخدم الاخر، احنا ان شاء الله نكونوا كاع متفائلين ونكونوا شبكه متجامعه يعني متشاده في بعضهم بعض، باه يكون انت ما يخرج تفلح من ذي الشعبه ونكون ان شاء الله في الحزم. عندي سؤال فقط، كان السيد الوزير كان اقترح على الفلاح هو اللي المنتوج تاعو يحطه في السوق، قادر الفلاح يدير المنتوج تاعو في السوق؟ الفلاح شوف هذا الاقتراحات ممكن كاين، يعني ما نقولوش كاع الفلاحه ما عندوش امكانيات، كاين فلاح يعني ممكن عنده 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 امكانيات باهي عنده يعني شيء حينات ولا ممكن يعني يخصصها باه تروح للسوق، بصح الاغلبيه الفلاح اللي يخدم بزاف ما يقدرش يروح السوق. ما نكذبوش على بعضنا بعض، انا باه نخدم 100 قطار ولا وندي البطاطا تاعي للسوق من المستحيل، انا فلاح انا علي الانتاج نوفر الانتاج ما نقدرش نروح السوق. هذيك تجاره كاين ماليها، الاكسبورتاسيون كاين ماليها، التجاره كاين ماليها، الامبورتاسيون كاين ماليها، كل يعني كل هذه دي فيليير كل حاجه كاين اختصاص تاعها.